مرحبا شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بتمام الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم سأشارك معكم 7 تطبيقات جديدة على أب ستور، كلها مجانية وإن شاء الله تفيدكم. لا تنسوني بلايك وردودكم التشجيعية، ويلا على الفيديو. التطبيق الأول عندنا إخوتي اسمه لاونجري لانس. هذا تطبيق مفيد جدا. كما تعلمون عندنا في التيشيرتات والملابس دائما تكون هنالك ملصق أو اتيكات على هذا الشكل، وتكون فيها معلومات مفيدة جدا نحن لا نقرأها أبدا أو لا نعرف حتى قراءتها، والأهم فيها هي هذه العلامات المتوفرة من هنا. سأريكم كيف يمكن هذا التطبيق أن يفيدكم بهذا. سندخل على التطبيق من هنا كما تشاهدون. طبعا جميع التطبيقات التي سأشارك معكم اليوم إخوتي ستجدونها تحت في صندوق الوصف كالعادة. كل ما عليك فعله لما تفتح التطبيق سيعطيك الكاميرا على هذا الشكل. يمكنك أن تأخذ الاتيكات الموجودة في أي تيشيرت أو سروال عندك، جميع الملابس، وتبحث عن هذه العلامات المتوفرة هنا على هذا الشكل كما تشاهدون هذه العلامات، وتضعها وراء الكاميرا كما تشاهدون. مباشرة بعدما تضعها وراء الكاميرا في هذا التطبيق سيقوم بقراءتها وسيعطيك جميع المعلومات الخاصة بها، وهي معلومات مفيدة جدا كما قلت لكم. سأريكم الآن، أريد فقط أن أخذها جميعها على هذا الشكل. أوكي، الآن برنامج بعدما قرأ جميع هذه المعلومات سنقوم بالضغط على الزر الأزرق، وهنا كما تشاهدون سيعطيك المعلومات. يقول لك هذا التيشيرت لا يجب أن تقوم بغسله بماء تفوق درجة حرارته 30 درجة سيلسوس. يقول لك أن لا تقوم بغسله بالبليتش أو ماء جافيل، وجميع المعلومات الخاصة حول يعني التسخين، لا أعرف اسمه بالعربية الفصحى، لكن أنتم تعلمون الحداد. يقول لك ألا تكون درجته أكثر من 110 درجة سيلسوس لكي تحتفظ على التيشيرت الخاص بك ولا تقوم بحرقه. تعطيك جميع المعلومات الخاصة بتلك الملابس التي تقوم بعمل لها سكان بهذا التطبيق الرائع والمجاني على أب ستور. التطبيق الثاني إخوتي اسمه داس إيمج. هذا التطبيق سوف يفيدك أو يعوضك بالبحث في جوجل على الصور بطريقة جميلة جدا. كما تشاهدون لما ندخل على التطبيق يعطيك هذه الواجهة النظيفة. يمكن لك أن تذهب مباشرة إلى البحث وتقوم بالبحث على أي صورة تريدها. سأعطيكم مثال، سأكتب wallpaper أو خلفية، سأكتبها بالعربية، سأكتب خلفية على هذا الشكل. ومن ثم لما تكتب خلفية يمكنك أن تختار من هنا، سأختار على سبيل المثال الجهاز الهاتف أو آيفون على هذا الشكل لكي تعطيني خلفية خاصة بالآيفون. يمكنك أن تختار جميع المقاسات من هنا، ومن ثم تذهب على اذهب. وكما تشاهدون هذا التطبيق سوف يعطيك جميع الخلفيات بالمقاس الذي قمت باختياره. كما تشاهدون سوف يعطيك العديد منها. يمكنك الذهاب من هنا على جوجل وسيعطيك العديد من الخلفيات أو الاسم الذي قمت بالبحث عليه ستجدها من هنا جاهزة، وبذلك المقاس الذي تبحث عنه. كما تشاهدون هنا في الأعلى سوف تجد جميع مواقع البحث منها جوجل وبينك وفليكر وبينترست بيكساباي، جميعها سوف تجدها هنا. يمكنك الاختيار منها، وإذا أعجبتك أي واحدة أو أي صورة فقط تضغط عليها على هذا الشكل وتضغط على علامة الحفظ الموجودة هنا في الوسط. بهذه البساطة إخوتي سوف يعطيك الصورة، تضغط على علامة الحفظ وسيتم حفظها عندك في المكتبة. التطبيق الثالث إخوتي أيضا تطبيق جميل جدا اسمه فليب كلوك. هذا التطبيق سوف أعلم أن بعض الإخوة سوف يحبونه، سوف يفيدك أثناء الليل أثناء النوم. كما تشاهدون مباشرة بعدما تدخل عليه يعطيك على هذا الشكل. كما تشاهدون يمكنك أن تضع آيفونك على هذا الشكل في الليل، لن يتم قفله، وفي نفس الوقت لن يأخذ من شحن البطارية أو لن يستنزف البطارية، لأن أغلب الشاشة باللون الأسود، يعني كما أنها مطفية أو في شاشة القفل ستبقى فقط هذه الأرقام. يمكنك أن تضع هاتفك بقربك على هذا الشكل لكي تتفقد الساعة أثناء النوم. هنالك بعض الإخوة يستفيقون بالليل لصلاة الفجر أو أي شيء يريدون تفقد الساعة دون الضغط على الهاتف وكل شيء، تضع هاتفك على هذا الشكل. فيه بعض المميزات أخرى التي يمكن أن تنفعك أثناء النوم. كما تشاهدون هنا في الأسفل عندك الفلاش، لما تضغط عليه يشتعل الفلاش كما تشاهدون. هذه تحتاجها أيضا في الليل. وأيضا هنالك هنا أوف، يمكنك أن تضغط على أون وتقوم بعمل منبه، يعني يفيق لكي تستفيق على المنبه، ينبهك على أي ساعة تريدها ويساعدك في الاستيقاظ في تلك الساعة. يمكنك أن تختار الأصوات من هنا، هنالك العديد من الأصوات التي يمكن أن تساعدك في الاستيقاظ.
التطبيق الموالي إخوتي اسمه فايند بوت. هذا التطبيق سوف يساعدك في أن تجد أي جهاز بقربك أو بعيد منك يعمل بالبلوتوث، سواء الإيربودز أو أي جهاز آخر، سماعات الأذن، سماعات الرأس تعمل بالبلوتوث. هذا التطبيق سوف يساعدك في أن تذهب إليها مباشرة في حال فقدتها داخل البيت. كما تشاهدون مباشرة بعدما يدخل يقول لك يجب أن تقوم بتفعيل البلوتوث من هنا. سنقوم بتفعيل البلوتوث، جميل. والآن لما نرجع على التطبيق كما تشاهدون سوف يقوم بالبحث وسيعطيك جميع الأجهزة المتوفرة بقربك والتي هي تعمل بالبلوتوث. كما تشاهدون إخوتي يعطيك من هنا، أنا عندي الماك من هنا، يقول لي 100%. إذا كنت بعيد بعض الشيء سوف يعطيك نسبة أقل، كما تشاهدون من هنا يعطينا هنا 80% لأنني بعيد على ذلك الآيفون، لكن لما سأقوم بالتقريب إليه كما تشاهدون سوف تعطيك 100%. بهذه الطريقة سوف تعطيك النسبة المئوية، إذا كنت بعيد منه سوف تعطيك على سبيل المثال 50%. ويمكنك الذهاب بآيفونك على هذا الشكل، كلما اقتربت من ذلك الجهاز كلما طلعت النسبة إلى أن تجدها 100%، ولما تصل 100% سوف تجده بقربك في ذلك المكان عفوا. كما تشاهدون تضغط عليه يمكنك أن تبحث عليه بهذا الشكل، طبعا التطبيق به بعض الإعلانات. لما تجد 100% تصل إليه فقط تضغط على iFound it، يعني وجدته. وبهذا هذا التطبيق سوف يساعدك في أن تجد جميع أجهزتك التي تعمل بالبلوتوث في حال فقدتها في أنحاء البيت. جميع مواقع التواصل حاليا عليها خاصية الستوري، سواء فيسبوك، إنستغرام، سناب شات. بهذا التطبيق كانفا ستوريز سوف تقوم بإنجاز أو عمل أقوى أنواع الستوريات، سوف يساعدك بطريقة رهيبة جدا في صنع ستوريات جميلة جدا وجدا جذابة، عكس الستوريات العادية التي تعمل بها سكرين شوت فقط وتضعها. سوف يساعدك كما تشاهدون سوف يعطيك ستوريات جاهزة لكي تقوم بصنع ستوريات خاصة بك مشابهة لها. كما تشاهدون سوف تجد العديد من الاختيارات، يمكنك أن تختار أي واحدا منها. كما تشاهدون اللائحة كبيرة جدا، هذا أقوى تطبيق إخوتي سوف تجده. يمكنك أن تقوم بعمل ستوريات على هذا الشكل، فيها صورك وحتى ستوريات على شكل فيديو، يمكنك أن تختار أي شيء من هنا. كما تشاهدون سأقوم باختيار أي واحدة فقط لنعطي مثال، على سبيل المثال هذه، تضغط عليها على هذا الشكل ومباشرة بعدما تدخل تنتظر عليها فقط بضع ثواني. لما تدخل يمكنك أن تقوم بتغيير من خلالها أي شيء، على سبيل المثال الصورة تضغط عليها هذا الشكل. كما تشاهدون في الأسفل سوف يعطيك مكتبة الصور الخاص بك، تقوم باختيار أي صورة خاصة بك لكي تعوضها. سأقوم باختيار أي صورة فقط للتجربة، على سبيل المثال هذه الصورة السوداء. تضغط على الصورة الأخرى تختار فيها أي شيء، سأختار على سبيل المثال هذه الصورة، وأيضا الخلفية كل شيء يمكنك أن تقوم بتغييره كما تشاهدون، ويمكنك أن تختار من هنا عندك بعض الإعدادات الأخرى. لما تنتهي فقط تضغط على دون، ويمكنك أن تضغط على نيكس وتضغط على هذه العلامة هنا في الأعلى لكي تقوم بحفظها عندك في مكتبة الصور. كما تشاهدون تم حفظها. هنالك العديد من الستوريات إخوتي، بدون شك سوف تحبون هذا التطبيق. للإخوة الذين يستعملون الستوري سواء في الواتساب أو سناب شات سوف يساعدكم في خلق أو إنجاز ستوريات خرافية عكس الستوريات العادية. التطبيق قبل الأخير إخوتي اسمه Grab Picture. هذا التطبيق أيضا مفيد يكون في أي آيفون. هذا التطبيق في ماذا سيساعدك؟ سيساعدك في أخذ صور من داخل فيديو، لكن ستقول لي هنالك سكرين شوت، يمكنني فقط أن أقوم بعمل بلاي للفيديو وأخذ سكرين شوت، لكن سكرين شوت ليست مصممة لأخذ الصور، فهي لا تأخذ صور ذات جودة عالية، تأخذ صور بجودة ضعيفة جدا. لكن لو عندك فيديو بجودة عالية وتريد أن تأخذ من خلاله صورة بجودة عالية فهذا التطبيق هو المناسب. كما تشاهدون واجهته بسيطة، تضغط على إمبورت سوف يفتح معك مكتبة الصور، تأخذ أي فيديو على هذا الشكل، تدخل عليها، يمكن لك أن تضغط بلاي لكي ترى إذا هي، ثم تضغط على شوز. سيقوم التطبيق بعمل كومبريسينج للفيديو، هذه فيديو طويلة سأقوم بإلغائها لأنها ستأخذ وقت أطول، ثم سأختار فيديو قصير على هذا الشكل فقط لكي تعمل معنا بسرعة. أوكي، مباشرة تظهر معك الفيديو من هنا. كما تشاهدون إخوتي يمكنك أن تختار أي لحظة في هذه الفيديو تذهب إليها، تعمل بوز ثم تضغط على سيف من هنا، وسيتم أخذ هذه الصورة
كما تشاهد وانت تضغط على سيف ايمج سيتم حفظها في المكتبه بجوده عاليه جدا بدون شك. ستفيدكم هذه الطريقه. اخر تطبيق عندنا اليوم اخوتي هو تطبيق فريد من نوعه ياتي بميزه جديده اسمه اطلس. كما تشاهد لو ندخل عليه هذا التطبيق سوف يذهب مباشره الى الحي الذي تسكن فيه انت في تلك اللحظه. سيعطيك على هذا الشكل ويمكنك ان تقوم بعمل او انجاز خلفيه بالحي أو المدينة التي تسكن فيها. كما تشاهدون يعطيني بهذا الشكل، يعني هذا هو الحي الذي أسكن فيه. يعطيك بهذه الطريقة، يمكنك أن تقوم بتغيير اللون من هنا. كما تشاهدون سوف يعطيك ألوان كثيرة، يمكنك أن تختار اللون الذي تريد أن يظهر به الشارع الخاص بك. على سبيل المثال أريده بهذا الشكل كما تشاهدون. ثم لما تنتهي تضغط على Save Wallpaper وسيتم حفظ حسب إذا أردتها على ساعة أبل أو الآيفون. تختار الحجم وسيتم حفظ الشارع الخاص بك أو المدينة على شكل خلفية ويمكنك أن تضعها على جهازك الآيفون. فكرة جديدة في هذا التطبيق أردت أن أشاركها معكم. هذه كانت 6 تطبيقات إن شاء الله تستفيدوا منها وتجدوا من بعضها بعض التطبيقات التي تروق لكم وتفيدكم. لا تبخلوا علي بلايك لن تأخذ منك أكثر من ثانية ورضيكم التشجيعية. وإذا عندك آيفون وتزورنا لأول مرة لا تنسى الانضمام للعائلة وتفعيل الجرس دائما ما تحب الشروحات. نلتقي قريبا. سلام.